صباحك ابيض بالصلاة على النبي، صلى على الحبيب النبي تكسب، وصلاة الحبيب النبي كلتها مكسب. النهارده الاثنين 14/2، معايا 5 شابات، كل شاب ان شاء الله تأسس مزرعة، لان اللي بيأسس بيجي عندي تأسيس. صلى على الحبيب النبي، والله لازم انت تيجي، انت اول واحدة طالما انت اللي جيتي. صباحك ابيض يا معلم. سيبها معايا 4 بقرات والدي وعجل عشر ولبع. صلى على الحبيب محمد. صلى على الحبيب النبي، عشر ولبع، 4 سنات وبكري. بتاع فين انت؟ بس ايوه كده، حاتم على الارض، حاتم معايا اول واحدة 10 4 شهور، حلو، كسر 4 سنان. اللبن فيه 27 كيلو، بكرية وكسر 4 سنان، حلو. صلى على الحبيب النبي، اللبن 27 كيلو لبن. ده أول واحدة، صلى على الحبيب النبي. دعمنا بلايك وصلى على الحبيب النبي في التعليق عشان انزل لك بضاعة كل يوم من ده. خش على الوالد بقى بابا، تعال صلى على الحبيب، تعال بقى من هنا، انت جاي حتى من على اليمين، حتى بس من على اليمين، تعال تعال يلا. صباح الفل، صباح رزق الحلال على الصبح. انا معانا مغارات النهارده، معانا يا جماعه خليط عالي، بص البضاعة الخليط العالي، مواصفات برضو، معانا خليط عالي، يبدأ السعر من 35,000 لغاية 40,000، ومعانا داي والدة، ومعانا تاي وعشر شهرية، والسعر 45,000، وإن أول واحدة في العرض عشر ولبق، عشر 4 شهور وكسر 4 سنات، اللبق 27 كيلو، صلاة الحبيب النبي، طعم بقر عش ان شاء الله في الولادة ب62. اطلع يا طيبة يا فلحة، شوف مخلين البيام عاملة ازاي. صلاة الحبيب. ايوه تعالى يا ابو سعد، انت معاك بضاعة ولا ايه؟ معايا بيحلفوك مش بيكتبوك. تعالى يا بابا. ايوه ايوه، صل على الحبيب، صل ابنها دي، صل على الحبيب، صل دي خلفه، صل على الحبيب، صل يحلفوه مش بيركبوه. بكار بكار اللي عنده زي دي في مصر يرفع صوبه. صلاة الحبيب النبي، صلاة الحبيب النبي، يحلفوه برضه مش بيركبوه. صل على الحبيب، صل على الحبيب، صلى على الحبيب، سيبها تشرب، اطلع عديها خلفه اهو. اول عجل ده يا جماعه كسر 4 سنان، بكريه هولشتاين امريكي، بكريه اسلم فيها 45 كيلو 3 مرات، والله هم 50 كيلو، هم 50 كيلو. شفت العجل عامله ازاي بالورقه والجلد؟ قول له دي ديت اللي تعرفك فين المعلمه وفين ايه التجارة، لان التجارة شطارة نجاوة. كله عجلة بقر زي دي
اللي شاغل باله اللي انا بعت ب 62 ديت يا عوي تسوى 92 وانا متاكد اطلع كده حدو ان 2023 مش 22 اللي احنا فيه مش هينزل لها بضاعه زي دي. بضاعه ابو سعد لا يعلى عليها. النبي يا جماعه اللي يجي ياخذ العربيه دي يجيب تريله ما يجيبش عربيه جنب ما يجيبش جنب. ده عجله بقره يا جماعه اول موسم اللبن فيها 45 كيلو. مين هيسلمك 45 كيلو في عجله بكريه بالنظام ده؟ شفت الضر ده اللي احمد السعيد موسى بيتكلم عنه بتاع اللبن ب 90,000. صلى على الحبيب صلى على الحبيب النبي وصفاءت. ادونوا لايك يا جماعه وشجعونا عشان اجيب لكم بضاعه زي دي بالالوان الطبيعيه وانا مش هلاقي زي دي اصلا تاني. هي واحده كده واحده كل سنه. اسمع وتعالى استلم اللبن وبرده مش هتعرف تجيب منه مش هتعرف تجيب منه صدقني. والله ما حد هيعرف برضه. ده هي بكري انا طول 2 متر 2 متر وشويه و 45 كيلو من ده من ده وبينجاز بالمتر كده اهو. العجله دي طولها يا جماعه كده اهو 3 متر بالسنتي. دي وبرده كده اهو الضرب بتاع اللبق ده اهو اللي اي مزرعه تستمنى تجنى عجله زي دي. دي اللي بيجيلوش التهاب مشمر. 45 كيلو 3 مرات كده تاني عرض. اول عرض لا دي التاني دي التاني بعد العش. ماشي يا اول عجله العش ودي التاني في الولد. هات لي تالت واحده عجله تاني ويل كاسه ست سنان ورم الولاده ببطنها اهو مش لازم اطلع خلاف اهو. لا ورم الولاده اهو يابا يا معلم. صباح الفل يا ماس. ورم الولاده اهو يعني ورم الولاده دي ما اعرفهمش اللي هي لسه والده صابي. بس ابو سعد مشهور بخلف. صلى على الحبيب صلى على الحبيب النبي. صباحكم كله رزق حلال ان شاء الله. ده ايه تنية وهسلم لبن فيها 45 كيلو زي البكرية. تعالى شوف البز هنا كده لان البكرية دي يا جماعة حاجة نزلت التاريخ كده ومش هتتكرر الا كل سنة نوبة. تعالى يابا هنا كده. اي يابا تعالى هنا كده والنبي شوف البز في الشارع كده بالهداوة كده. الصلاة على حضرة جمال النبي. ابو سعد يا ابني ابو سعد بيهجي ما بيحملش بس. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي. حتى دي تاني كده حتى تاني كده. دي تالت واحدة جهينة. ايه اللي عايز يسلم لجهينة وايه وعارف خلفه كده. صلى على الحبيب. يا ريس اللي عاوز يمول هنا البنزين ايه؟ اللي عاوز يمول هنا ايه دي؟ اللي عاوز يأسس اللي فلوسه حلال بيمشي ويحوى خلفه زي الفلاح كده. صلاة الحبيب. تالت واحدة 45 كيلو. معاك تاني بيمشي ورا خلفه؟ والله انا لسه ما بطلتش. والله؟ لسه ما بطلتش. بس تعال تعال هنا بس الأول دقيقة الأول. عاوزته اطلعوا بس كده عاوز ايه عشان اوريك بس المواصير. مواصير مواصير البترول مواصير بترول مش مواصير خمسة بوصة ولا ستة بوصة. دي بتاع البترول. سامحني يا ريس تعالى فول من هنا. بص يا ابني افهم فيه عشان تشتريه. ورم الولادة برضه كهو ده ما يكونش خلاف. تعالى ربع واحدة دبابة متحركة. صلاة الحبيب النبي صلاة الحبيب النبي. 50 كيلو لبن
50 كيلو لبق، ام الدقه، ام صنع بتاعت الرجال. قول له افهم فيه عشان تشتريه والتاجر فيه. ديت 50 كيلو. تاني ولد كاسه 6 بضاعة. قول حط المواسير دي بضاعة عشان تخش مزرعة أي حد وزريبة أي حد، تقعد تخلف وتأسس كده. يكفى علي اللي هو يقول لك بضاعة محمد ساعة. ما هو اللي يفرق ما بينه وما بينك السنة تلف وبضاعة تشوفها عند أي حد تفرح بيه، وربنا يبارك لك انت في بضاعتك. اطلع معلم يلا. 50 كيلو لبن. اطلع يابا. روح روح يا مدمغ، عمل زي اليمامة انت. يلا صلى على الحبيب، صلى على الحبيب النبي. 50 كيلو لبن، مواصفات الحليب. كده رابع واحد. معلش يا جماعة طولنا عليكم. يلا دي حد خمس واحدة. خمسة وخمسة في عينك يا اللي ما تصلى على النبي. خمسة وخمسة اللي في عينك يا اللي ما تصلى على النبي. صلى على النبي في التعليق يا جماعة عشان ما تزعلناش. معايا مركبة متحركة جلد وصام. كله من بتاع زمان. أبو خلف برضه. وأنت إيه حكايتك يا أبو ضياء؟ يا اخي بقول لك حاجه، اقعد اقول لك ابو خلف لغايه ما اموت. طب اطلع كده قول له جلد وصام. قول له هسلم 40 كيلو، عاوز راجل يمونها عشان تحلب ال 60 كيلو. روح يا ام صحه سليمه، صلى على الحبيب النبي. قول له مش هايده. المعلم بيقول لك مش هايده. صلى على الحبيب. شفت البان بتعمل ايه؟ البان بتنط يا خلفه. 40 كيلو والله يا جماعه. البقره ده ايه معاها واحده جوه نجانت متبهدله اسود من دي. واحده ست اللي كانت 60 سنه بتاكلهم، عندها 60 سنه بتاكلهم، يعني كل الهمل فيه. ده 40 كيلو، وان شاء الله الاقي تراجي يمونها زي حالاتي كده هتحلب ال 60 كيلو. مع الشهاده ده هي اللبن 40 كيلو. صباح الفل. اظن بضاعه هي اللي هتتكلم عن نفسها. ادي اول واحده بكريه و45 كيلو. تمام. قول له انا هديك العجله ده اهي تاسس. تفتكرني بعد خمس ست سنين لما تجيب خلافها كده وتقول من عند المعلم محمد سعد يزيدني شرف اللي هي من عندي. مش حاجه ابيعها النهارده وارميها بكره. ادي اول واحده 45 كيلو معاها دقه. اربع سنات بتشتغل اهي عشان محدش يقول لي انت محضر. صلى على النبي. محضر لمين؟ محضر. تاني واحده 50 كيلو معاها دقه. تالت واحده كرم تحلب 60 كيلو. 40 كيلو. رابع واحده اهي باذنك يا رب 45 كيلو. تاني موسي معايا اربع شابات والدين ان شاء الله يفتحوا مزرعه. صلى على الحبيب النبي. هات لي العش. صلى على الحبيب، صلى على الحبيب. بقى مش عايز اسيب خلف. بقى مش عايز اسيب خلف. صلى على النبي يا جماعه. صلى على النبي. يحمل مل اصحابه يا رب. اللي فلوسه حلال يابا، اللي فلوسه حلال يابا يجي هنا. صلي على النبي. صلي. اللي فلوسه حلال يابا يجي هنا. كله حزين اللي مراتك وحش. اللي فلوسه حلال يابا اللي هيجي هنا. صلى على النبي. صلى على النبي. انا عاوز اللي رضع من بوز امه
يجيب لي عجله زي ديت ويقول لي انا عندي زيها. انا مش هقول معلم اللي وضع من بيت زمه يجيب لي عجله بكاء زي دي 45 كيلو. اسحب يا ديار اسحب وخليهم يصلوا على الحبيب النبي كده. وكل ما اشتهاه وفهم فيه صلى على النبي. شفت العجله بارك الرحمن اهو واللي بيطرح من تحت زي البطاطا اهو. ربنا يبارك لصاحب النصيب ويجعل جلفته احسن منه. وادي العشره يا جماعه، عشره اربعه نضيف، واللبن 27 كيلو. يابا 27 كيلو بس. ربنا يبارك لصاحب النصيب. المركبه المتحركه صلاة الحبيب، صلى على الحبيب النبي، صلى على الحبيب النبي محمد، صلى على الحبيب النبي. بقول لك تحاسبني لو ما العجله ده خدت ايميزول وحلبت 60 كيلو ثلاث مرات. ربنا يبارك لصاحب النصيب. ده 50 كيلو لبن معاه الدقه. ربنا يبارك لصاحب النصيب. احنا على الطبيعه اهو. رقم التليفون يا معلم 010 9 42 41 471. صلى على النبي حبيبي يا سيدنا النبي. صلاة الحبيب النبي. كله دم وفلوس دم. ده خراتيم خراتيم لبن يابا. صلى على النبي. مواصل البتراب بتاعت صلى على النبي. يعمل بيتك اللي هتصلى على الحبيب النبي. اخوكم محمد سعد.